صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، صبح نصنع به قناديل من نور، وصباح نضع به زهورا أجمل ليوم جميل، وصباح نطل به عليكم عبر برنامجكم برنامج صباح الشرقية الذي يحتوي على الأخبار الصباحية المبشرة من إمارتنا الباسمة وباقي إمارات دولتنا الحبيبة. ولا ننسى جولاتنا الصباحية التي نجوب ونجول بها المنطقة الشرقية لنتعرف فيها على أجمل الوجهات السياحية. إذا مشاهدينا دعونا ننتقل بكم إلى التعرف على أهم عناوين حلقتنا لهذا اليوم. الأقمشة الصيفية للوقاية من حرارة الطقس. الاحترام قيمة ذاتية ونظرة إيجابية تشكلها عن نفسك. وأخيراً الروبوتات تؤدي المهام البشرية أو تساعدهم. إذا مشاهدينا هذه كانت أهم عناوين حلقتنا اليوم، من بعد ما تعرفنا عليها نود أن نستهل هذه الحلقة باطلاعكم على آخر الأخبار المحلية المتعلقة بإمارة الشارقة وجولة سريعة لأهم الأخبار في صحفنا المحلية لليوم، ونبدأها من صحيفة الخليج. سلطان، اللغة العربية المخزون التاريخي والثقافي والعلمي لأبنائنا. وفي تفاصيل هذا الخبر، أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن إطلاق الدفعة الثانية من برنامج معلم وافتخر في أكاديمية الشارقة للتعليم في مجال الطفولة المبكرة والحلقة الأولى أو الحلقة الأولى في التدريس، لصلته الوثيقة ببناء اللغة والثقافة عند الأبناء والبنات. جاء ذلك في كلمة سموه التي ألقاها صباح السبت في حفل افتتاح الملتقى الدولي الأول لمعلمي اللغة العربية، والذي تنظمه أكاديمية الشارقة للتعليم في مقرها تحت شعار العربية مستقبل وهوية، وبالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص. وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة في كلمته أهمية الحرص على تعليم اللغة العربية للأبناء والبنات وتطوير أساليب تدريسها وتحبيبها للطلبة، لأنها المخزون التاريخي والثقافي والعلمي لهم، إضافة لكونها لغة القرآن الكريم. وبين سموه أهمية اللغة العربية والمحافظة عليها لارتباطها الوثيق بالدين والتاريخ والثقافة وانتماء المجتمع، قائلا سموه: اللغة العربية هي انتماؤنا لهذا الدين القيم، اللغة العربية هي مخزون تاريخنا وثقافتنا وعلمنا، اللغة العربية هي التي تثبت إيماننا بديننا، واللغة العربية هي التي توحدنا من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب بلسان عربي مبين. وتناول سموه أسباب الاهتمام بتعليم اللغة العربية للنشء منذ الصغر، لأنهم الأجيال المقبلة وبها سيحافظون على دينهم وعباداتهم وثقافتهم، مؤكدا سموه أهمية تضافر الجهود من جميع أفراد المجتمع لحماية اللغة العربية، لأن في ذلك حماية للدين وللوجود. وانتقالا إلى الخبر الثاني من نفس الصحيفة، الشارقة الخيرية تستعرض جهودها الإنسانية في اجتماع تنسيقي مع الخارجية، حيث عقد وفد من وزارة الخارجية والتعاون الدولي اجتماعا تنسيقيا مع جمعية الشارقة الخيرية بمشاركة المؤسسات الخيرية في الإمارة. وضم وفد الخارجية سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية والوفد المرافق له. وكان في استقباله الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس الإدارة، وسعيد غانم السويدي وصالح القابض الطنيجي، والدكتور يعقوب علي سعيد خلف النقبي، وعبد الله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية. كما مثل جمعية بيت الشارقة الخيري في الاجتماع كل من علي الخيال نائب مجلس الأمناء ببيت الشارقة الخيري وسلطان الخيال الأمين العام للجمعية. وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي في كلمته الافتتاحية للاجتماع إن جمعية الشارقة الخيرية لها دور إنساني رائد في تنمية المجتمعات الفقيرة ودعم الأسر المتعففة داخليا وخارجيا، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي يركز سموه فيها على أن تكون الأولوية للمشروعات والمساعدات التي تلامس الجانب الرئيسي في تمكين الإنسان من الاعتماد على نفسه
ومن هذا المنطلق بذلنا جهودا كبيرة في دعم مشروعات التعليم والصحة، كما أكد ذلك أن الجمعية طوال مسيرتها تعمل في إطار المنظومة التي وضعتها الدولة لتجعل من الإمارات المانح الأول للمساعدات الإنسانية للبلدان الشقيقة والصديقة، وفي دعم برامج الإغاثات العالمية العاجلة. أما الخبر الأخير مشاهدينا أيضا من نفس الصحيفة أو اللي هي صحيفة الخليج، 112 لاعبا ولاعبة في بطولة الرماية لموظفي الشارقة. وفي تفاصيل هذا الخبر، تنطلق غدا منافسات بطولة الرماية الرابعة للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الديد وإشراف مجلس الشارقة الرياضي. ويشارك في البطولة التي يستضيفها نادي الديد 112 لاعبا ولاعبة من مختلف المؤسسات، وتكون أيضا منافسات في الرمي ببندقية ضغط هواء 10 ملي. وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة أن البطولة التي أما البطولة في نسختها الرابعة تأتي ضمن البرامج والفعاليات الرياضية والثقافية التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة من أجل زيادة التواصل والتقارب بين موظفي الشارقة في أجواء تنافسية متنوعة لتحقيق أهداف النادي في خلق وجهة ترفيهية للعاملين بحكومة الشارقة. ووجه بن خادم الشكر إلى نادي الديد على استضافته للبطولة وتنظيم الجوانب الفنية للمنافسات. إذا مشاهدينا كانت هذه جملة الأخبار المحلية المتعلقة بإمارتنا الجميلة، الإمارة الباسمة، إمارة الشارقة والمناطق التابعة لها. أما الآن ننتقل بكم لنتعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس لهذا اليوم في المنطقة الشرقية وباقي إمارات دولتنا ومدنها. عودة لكم مشاهدينا مجددا بعد ما تابعنا درجات الحرارة لليوم، وانتقالا إلى تفاصيل هذه الحلقة ونبدأها بالتقارير. إذ تعد الأقمشة الصيفية مناسبة للأناقة بحيث تجمع بين الأناقة ومواجهة الحرارة، إذ تناسب الجميع فيجب الحرص على اختيار أفضل الأقمشة للصيف. لتفصيلات أكثر نتابع هذا التقرير. في فصل الصيف يبدأ الناس باختيار أقمشة صيفية مناسبة تسمح بمرور الهواء وتكون خفيفة الوزن وتحافظ على المظهر الأنيق. وهناك أنواع مختلفة من الأقمشة يمكن أن تقلل الحرارة في الصيف، ومنها القطن الذي يعد أحد الأقمشة الطبيعية الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، والسبب هو أن القماش المنقوش قابل للتنفس من خلال الفجوات الصغيرة المجوفة في القماش، ما يساعد على دوران الهواء ويبرد حرارة الجسم. الحرير عبارة عن نسيج صيفي ممتاز، فهو نسيج مناخي لقدرته على تنظيم درجة الحرارة، ويمتص الحرير الرطوبة ما يسمح لبشرتك بالتنفس، وهو مناسب لجميع المناسبات الصيفية.
الرايون هو نسيج صناعي ممزوج بالقطن ولب الخشب والألياف الطبيعية أو الاصطناعية، اخترع بديلاً للحرير لأنه أقل ثمناً، يحتوي على ألياف دقيقة جداً وهو أخف وزناً، ما يمنعه من الالتصاق بالجسم في الطقس الحار لأنه مريح ورائع عند ارتدائه. ويعد الشيفون نسيجاً رقيقاً وشفافاً مصنوعاً من الألياف الاصطناعية، يستخدم للأقمشة المختلطة وملابس السهرة والفساتين عادة ما تصنع منه. هناك كثير من الأقمشة الصيفية المميزة التي تقلل من الشعور بالحرارة في فصل الصيف، فهي تؤثر كثيراً على مظهرك وأناقتك. عودة لكم مشاهدينا مجدداً بعد ما تابعنا هذا التقرير المتعلق بأنواع الأقمشة الصيفية وأيضاً فوائدها. إذا مشاهدينا من المهم أن نتعرف أيضاً على ثقافة الاحترام وعلى ماذا تدل، إذ أنها تعطي قيمة ذاتية للفرد، وأن احترام الغير لا يأتي إلا باحترام الذات، فكل منهما مرآة تعكس الآخر وكلاهما يكملان بعضهما البعض. لنتعرف أكثر على ثقافة الاحترام نستضيف معنا عبر الاتصال المرئي الأستاذ فيصل الشامسي، مدرب تنمية بشرية. صبحك الله بالخير أستاذ فيصل. صبحك الله بالنور والسرور أختي عائشة، وأنا سعيد باللقاء المتجدد على قناتكم الطيبة. يا مرحبا بك، يعني فقرتك أستاذ فيصل من أجمل الفقرات، بحيث أنها أيضا تعطينا طاقة إيجابية ونتحدث عن قيم نبيلة. اليوم حديثنا أستاذ فيصل عن أحد القيم الحميدة التي يتميز بها الإنسان واللي هي الاحترام، يعني هذا الشيء لا يكلف شيئا ولكنه يعني الكثير. ففي البداية، فما هو الاحترام أستاذ فيصل؟ في الحقيقة موضوع الاحترام موضوع جدا مهم لكل إنسان. الإنسان يتمنى من الناس، وبالمقابل الناس يتمنون من كل شخص كذلك. نعم. فالاحترام هو يبدأ من الذات في الحقيقة، من خلال القيام بالأفعال الطيبة، من السنة، من الأخلاق الجميلة والتحلي بالمكارم الطيبة، كذلك من الأقوال الجميلة اللي تسعد الناس وتدخل عليهم السرور. نعم. لأن الإنسان في ذلك يحقق احترام ذاته، لأن الفعل الطيب يقابل بفعل طيب. صحيح. وبالعكس الفعل السلبي يقابل بفعل سلبي. نعم. أنا اليوم إذا بغيت احترام الآخرين فلابد علي أني أنا أقدم الفعل الطيب حتى أحصل هالاحترام. يعني أبدي الكلمة الطيبة حتى أحصل هذا الاحترام. في المقابل الآخرين بعد يحتاجون مني أبادلهم هذا الاحترام، لأن في الاحترام تتكون العلاقات الطيبة، تتكون الألفة، تتكون المحبة. فالإنسان يؤلف ويعني يلفونه ويؤلف في نفس الوقت، ولهذه الألفة مقومات. صحيح. ومن أهمها ومن أسماها ومن يعني من القيم الجميلة في هذا الموضوع موضوع الاحترام. سواء الإنسان كان في بيته، أو كان في مجال عمله في وظيفته، أو كان مع زملائه، أو في أي أو في جميع مراحله، حتى في الدراسة أو في المجتمع ككل. نعم. فالاحترام هو الأساس السائد. حتى الحين لو نتكلم بس نعطي نموذج مشرق لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم نحن نتكلم عن أكثر عن 200 جنسية في دولة الإمارات. نعم. هاي 200 جنسية ليش انوجدت عندنا؟ انوجدت عندنا لأن حصلت الاحترام، حصلت التقدير. اليوم نحن نتكلم عن مختلف الثقافات، مختلف الألوان، مختلف الأجناس، ومختلف الديانات، ولكن جمع بينهم الاحترام، وسادت بينهم المحبة، وعاشوا بهاي الدولة بكل احترام وبكل تقدير. فلذلك الاحترام والتقدير له أهمية بالغة في نفوس الناس بشكل عام. ذكرت أستاذ فيصل في المقدمة أن احترام الآخرين لا يأتي إلا باحترام الذات،
فقبل نتطرق إلى موضوع الاحترام في حياتنا، الاحترام في الأسرة، في بيئة العمل، مع الأصدقاء وغيرها من الأمور، فلو نتحدث أيضا أو نتطرق في البداية عن أهمية احترام الذات، وكيف ممكن أن هذا الشخص يحترم ذاته قبل لا يحترم الآخرين. في جملة نحن سعيدة عندنا، إذا ارتكب الإنسان فعل يعني قلبي نقول احترم نفسك. نعم. ففعلا هاي رسالة، احترام الذات. أنا الحين يوم أقدم فعل طيب في المقابل من خلال هالفعل أكسب احترام الناس، فأنا أكون بذلك احترام الذاتي. أنا اليوم يوم أقدم كلمة جميلة يعني أرحب بفلان أو أتكلم معه بكلام طيب أعطيه طاقة إيجابية، فهذا يعود علي يحترمني هذا الشخص، فبذلك أنا أكون قد يعني احترمت نفسي. في المقابل لو جينا يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد يسب الرجل أباه ويسب أمه، قالوا كيف النبي يعني سألوا النبي كيف أن الإنسان ممكن يسب أمه وأبوه، فقال قد يسب الشخص الآخر يسب أمه وأبوه، فبذلك يرد على الشخص الآخر ويسبب المقابل. نعم. فتكون عملية متبادلة، فالإنسان كل ما احترم نفسه من خلال تقديم الأفعال الطيبة أو تقديم الكلمات الجميلة، لأن الاحترام من الصفات العالية العزيزة على كل إنسان. صحيح. اليوم حتى نحن لو نتكلم على الخدم حتى في البيت أو نتكلم في العمال اللي يشتغلون في الخارج، لو كانت وظائفهم بسيطة ولكن هذين يستحقون الاحترام والتقدير. والتقدير صح. لو شفنا مثلا يعني اليوم لو نتأمل بس يعني نشوف الاحترام هذا اللي نقدم لهم كيف ينعكس على نفسياتهم، كيف ينعكس على أدائهم العملي، كيف ينعكس على يعني كافة جوانبهم. فلذلك الاحترام والتقدير له الأثر البالغ على كل إنسان وعلى نفسيته وعلى يعني حتى يخلق في داخله أجواء من الطمأنينة والراحة والارتياح. والاحترام يعني من أهم صفات الاحترام أن يبعد الغل ويبعد الشحناء ويبعد التحاسد من القلوب، ويجعل القلوب هاي متحابة متقاربة متآلفة، يجعل هاي القلوب يعني على يعني كأنها قلب واحد، إذا اشتكى منه عضو تأدى على سائر الجسد بالسهر والحمى. فلذلك الاحترام له أثر بالغ، حتى نحن لو جينا يعني نتطرق إن شاء الله على جوانب الأسرة وكيف له الأثر البالغ في ترسيخ القيم الجميلة من يعني نفس ما قلنا الألفة والمودة وكل خير. الاحترام ما هي إلا بكل خير. صحيح. طيب دعنا نتطرق إلى الاحترام في الأسرة وأيضا في المجتمع، نبدأها أستاذ فيصل من الأسرة ومن بعدها إن شاء الله بنستكمل المدرسة، الأصدقاء، بيئة العمل وغيرها من البيئات المهمة واللي تستدعي أيضا الاحترام فيها. نعم. لو تطرقنا للأسرة في الحقيقة، أولا الاحترام يبدأ من الوالدين. نعم. يحترم الوالدين كلاهما الآخر، هاي نقطة جميلة ومهمة جدا لاستقرار هذه الأسرة، لأن لا يمكن أن تقوم أسرة بدون احترام. حتى هناك عندنا نحن لغة جميلة اللي لغة الحوار، لأن دائما الإنسان يختلف مع الآخرين سواء في بيته أو خارج بيته. صحيح. فلذلك لغة الحوار جدا لغة مهمة، وتتطلب لغة الحوار الاحترام، لأن هناك في تباين في وجهات النظر، في اختلاف في وجهات النظر، ونفس ما نقول الاختلاف لا يفسد للود قضية. ولذلك على الأبوين في بداية الأمر أنهم يحرصون على الاحترام المتبادل في كل الظروف والأحوال، حتى سواء في حال اتفاقهم أو في حال اختلافهم. الاحترام لابد، هذا خط أحمر لابد أن لا يتجاوز من كلا الطرفين. وبعد ذلك، بعد إن شاء الله ما يكون عندهم أبناء وأطفال، يغرسون فيهم القيم. والابن يعني يحتاج إلى القدوة قبل ما يحتاج إلى الكلام. نعم. أنا اليوم يوم أي الابن مثلا الابن يشوفني أنا ما أحترم يعني الوالد، فكيف الابن بيحترمني أنا كوالدة؟ صحيح. ولذلك لابد أني أطبق هذا الأمر في الواقع وأخلق لهم قدوة طيبة
يقتدون فيني في هذا الجانب. اليوم يشوفني الولد أنا أسير عند الوالد وأحبه على رأسه، ولا أسير عند الوالدة وأحبه على رأسه وأحبه على إيدها. فالولد يتعلم من هاي الجوانب، فتترسخ عنده قيم الاحتراب. واليوم نفس ما نقول كما تدين تدان، اليوم الإنسان كل ما بر والديه وكل ما احترمهم وكل ما قدرهم يبرها، يعني بعد ذلك أبناء يبرونه ويحترمونه ويكون في المقابل هذا الأمر. فلذلك نحن لازم نركز في هذا الجانب على مبدأ القدوة. لابد على الوالدين نفس ما قلنا أنهم يركزون على مبدأ القدوة، يخلون عيالهم يشاهدون هذا الأمر. اليوم حتى الوالدين من دورهم إذا الأب طلع يمكن يأخذ ولده وياه، إذا شاف أحد من أصدقاء والده يحترمه يقدره يعينه، يعني حتى الناس الآخرين يحترمهم ويقدرهم بمختلف أعمارهم بمختلف مراتبهم. اليوم حتى لابد أن أعلم الابن أنه مو بشرط يكون الشخص هذا صاحب منصب أو صاحب جاه أو صاحب يعني مكان حتى يحترمه. لا، نعم. الاحترام نعم يكون للجميع، حتى صحيح. يعني العامل البسيط هذا نحن ما نعرف مكانته يمكن عند الله كبيرة، لذلك الإنسان يحترم أي إنسان يشوفه في هذه الحياة. أعلم العيال هذا الأمر، أعلم حتى في البيت يحترم أخوانه اللي أكبر عنه في جميع الأمور. إذا أخوه الأكبر طلب منه حاجة يقوم ينفذ الأمر، يعني يسمع كلامه ويعني ويقضي لهذه الحاجة. هذا الاحترام المتبادل اللي في الأسرة يحقق الألفة، يحقق الترابط الأسري الجميل المبني على الاحترام، المبني على المودة والمحبة وكافة الجوانب الإيجابية وكافة الصفات الحميدة اللي نحتاجها. ولذلك أنا أؤكد على الوالدين مهما صار سواء في وقت التوافق أو الاختلاف أن الاحترام خط أحمر لا يمس ولا يتجاوز في هذا الأمر، حتى ينعكس هذا على الأبناء. لأن الابن لو كان صغير يدرك ما شاء الله اليوم عيالنا ما شاء الله فيهم فطانة فيهم ذكاء، فيدركون هذه الأمور. فلابد على الوالدين يكونون لهم خير قدوة، ولابد على الوالدين يتفكرون في المستقبل كذلك. اليوم يعني اللي تدرس اليوم تجني ثمارة في الغد. صحيح. اليوم إذا أنا أهملت جانب الاحترام، أنا كيف أرتجي من الابن في المستقبل يحترم زملاءه أو يحترم المعلم اللي درسه أو يحترم اللي أكبر منه سناً أو اللي لهم فضل ولهم مكان يعني. فلذلك الأسرة لها دور كبير في هذا الجانب. دور أساسي يعني أستاذ فيصل. نعم. أكيد ما في شك في هذا الموضوع، لهم دور أساسي وعليهم أنهم يركزون على جانب القدوة. أن الابن يشاهد، لأن الابن اليوم لو شاهد الفعل مخالف الأقوال بيضرب بالأقوال عرض الحال. صحيح. لأنه هو يريد يشوف الفعل يقتدي من خلاله. اليوم حتى أنت اليوم نتصدق مثلا، الابن يشوف هذا يقول لك بابا عطني أنا بعد أبغى أتصدق، يشوفك تصلي يجي وياك ويصلي بدون ما تقول له. ليش؟ لأنه يقلد الفعل هذا، فيحتاج إلى القدوة اللي يشاهدها ويقتدي فيها. وعلى الآباء أن يكونون قدوات طيبة يعني لأبنائهم، سواء الأم لبناته والأب لأبنائه في مختلف مسارات الحياة. وعندنا مثل يعني يقول الحب يظهر على بذرة، أستاذ فيصل. أكيد. نعم. نعم الحب يظهر على بذرة. نعم. اتطرق لموضوع جدا مهم، واللي ممكن أيضا يؤدي إلى الاحترام، واللي ممكن عامل من عوامل الاحترام، واللي هي لغة الحوار في الأسرة. هذه اللغة التي تحتاج إلى أساسيات، تحتاج إلى مبادئ، إلى مقومات في بعض الأحيان. فلو نتحدث أيضا عن لغة الحوار وأهميتها في هذه الصفة النبيلة والقيمة واللي هي الاحترام. نعم. لغة الحوار بالحقيقة هي من أهم اللغات الموجودة. نحن ما بنتكلم الحين عن الأفراد. نعم. إذا الدول ما بينها يكون في حوار، فمبالج بالأفراد. الدول اليوم إذا صارت بينها مشاكل أو صارت بينها اختلافات يحلون الأمور عن طريق الحوار. وهي أحلى وأجمل لغة للسلام، أجمل لغة للتوافق وحل الخلافات وردمها.
فحنا نحن نتكلم عن الأفراد، فلغة الحوار الإنسان ما يخلو منها، لأن بطبيعة حال البشر يعيشون مع بعضهم بمختلف مراحل هذه الحياة، والبشر يعني بطبيعتهم يعني هم اجتماعيين يخالقون الناس، فتصير هناك توافق في الآراء أو يصير هناك في الآراء، فالحوار هو اللي يضع النقاط على الحروف، يضع الإنسان في المسار الصحيح. أنا ممكن تكون عندي وجهة نظر خاطئة، ولكن من خلال الحوار البناء، نحن نتكلم عن الحوار البناء، بناء صحيح، لأن هناك حوار غير بناء. الحوار البناء يستند على قيم كبيرة، من أهم هاي القيم الاحترام، أني أنا أحترم الطرف الآخر، وأني دائما أنا أسمح للطرف الآخر، من احترامي للطرف الآخر أني أتيح له المجال حتى يفصل ويطرح وجهة نظره ويتكلم باللي عنده. وكذلك من أصل من أمور المهمة في لغة الحوار أن أختار الوقت المناسب للتحاور. اليوم يمكن الإنسان اللي أحاوره يعني هاي من آداب ومن احترام الأطراف الأخرى في الحوار، أن أختار الأوقات المناسبة لهم. قد يكون إنسان هذا مشغول هذا اليوم، أو ما يعني مزاجه يعني مش حاضر في هذا الوقت، أو عنده أشغال أخرى، فلذلك الإنسان يتحرى الأمور هذه، يتحرى يعني الجوانب الإيجابية، يتحرى الوقت المناسب للتحاور، يتحرى حتى المحاور لو اختلف معاي أنا كيف أضبط انفعالاتي، كيف أضبط ردات فعلي، كيف أحترم هذا الشخص اللي أمامي وأحترم وجهات النظر. أحيانا يصير يعني تحاور بين المسؤول والموظف، في بعض المسؤولين يعني يمتلكون ما شاء الله بال ويعني هادئ، ويترك المجال للموظف أنه يبدي آراءه ويبدي الأمور اللي عنده. هذا شيء إيجابي، أنت تدفعه أنه يعني يحاورك ويبدي الجوانب اللي يشوفها قد يشوفها إيجابية وأنت قد تشوفها سلبية. نعم. ولكن بالتحاور بال يعني بوسط الموضوع بطرح المواضيع، ولكن يكون هناك الاحترام المتبادل. نعم. اليوم حتى لو قدم الموظف فكرة ما أستهين بهاي الفكرة، أعرضها ويعني وأنظر فيها وأشوف وأحاور الشخص اللي أمامي، ولكن أحترم هذا الجهد اللي يقوم فيه الشخص اللي أمامي، أحترم الجهد، أحترم الوقت اللي بذله في هذا الموضوع. فهذه الجوانب المهمة في التحاور تخرج نتائج إيجابية. نحن اليوم إذا دخلنا في تحاور لابد أن هناك في مخرجات إيجابية، إذا ما كانت هناك مخرجات إيجابية فالحوار يعني ما له لازمة من الأساس. نعم. فالاحترام هو أساس الحوار. جميل. وأساس تبادل المعلومات وأساس صحيح يعني الأخذ والعطاء مع الناس. نعم. طيب ننتقل إلى نقطة أخرى، يعني هذا الفرد نصف يوم يقضي في البيت وتكلمنا عن الاحترام في المنزل، والنصف الآخر في العمل في بيئة العمل، فلو نتحدث الآن عن أهمية الاحترام في هذه البيئة وكيف يكون الاحترام بين الموظفين وبين فيما بينهم أو حتى بين الموظف ومسؤولة ومديرة وغيره. نعم، في الحقيقة الاحترام في بيئة العمل لا يقل عن الاحترام في المجالات الأخرى. اليوم نحن لو نتكلم العمل يعني بيئة العمل هي عبارة عن فريق متكامل متجانس. التجانس يحصل في من خلال تقدير كل الأطراف لبعضها، من خلال الاحترام. أنا اليوم لابد على الموظف كذلك أن يحترم، يعني هناك في العمل في رؤساء وفي مرؤوسين. صحيح. لابد على الموظف أن يحترم هذا التسلسل أو الدرجات الوظيفية، يحترم المسؤولين الأكبر منه من خلال أداء الأعمال أو من خلال الالتزام الأوقات الحضور والانصراف أو الالتزام بالضوابط اللي وضعتها المؤسسة. هاي لابد أن الموظف يكون على احترام وعلى دراية فيها وأن يحترمها بكل الأوقات، كذلك يحترم المسؤولين اللي أكبر عنه بمختلف درجاتهم، ويحترم الزملاء اللي معاه بنفس المستوى أو درجة الوظيفية. فهذا يعكس تحضر هذا الموظف، يعكس رقي هذا الموظف، يعكس أن مدى أخلاق هذا الموظف المكتسبة. فالموظف دائما يحرص على هذه الأشياء، لأن إذا حرصنا على الاحترام ما بيننا هناك
تكون عندي نتائج إيجابية من زيادة الإنتاجية، من جودة الخدمات المقدمة، من خلال التطور المؤسسي المستدام. اليوم أنا يوم أعمل باحترام متبادل، نشوف مدى الألفة اللي تحصل بين الموظفين، مدى المحبة اللي تكون ما بينهم، صحيح. تفاهم والإنسان، حتى ممكن يكون التعاون أفضل. أنا اليوم يعني قد أكون يعني على سبيل المثال أكون مضغوط في العمل، إذا كنت أنا أبادل زملائي الاحترام بيون بيساعدوني في هذا الباب وبينجزون معاي المهام. أما إذا يعني الاحترام غاب في بيئة العمل، هناك تصير الحساسيات بزيادة وفريق العمل ما يكون على قلب واحد. صحيح. يعني لأن في شيء مش طبيعي في الموضوع هذا، الاحترام غايب، فكيف أنا أتعاون مع الطرف الآخر؟ فلذلك الاحترام لابد على الإنسان والتقدير يكون موجود على يعني طوال فترة العمل. يعني الإنسان حتى الإنسان أنا حتى لو ما حصلت الاحترام من زملائي، لا مو بلازم أني أعاملهم بنفس الأخلاق، أنا أكون أرفع من هذه الأمور، أنا أعاملهم بأخلاقي. اليوم قد أي شخص يقل احترامه تجاهي، ولكن أنا في المقابل لابد علي أني أترفع عن هذه الأمور. نعم. أترفع من أني أعامل الناس بالمقابل. دائما الإنسان دائما يركز على الأخلاق اللي هو يعني تربى عليه، وفي الأخير بيفرض عليه احترامه. يعني أستاذ فيصل، نعم قد يخجل الطرف الآخر، صحيح، ويفرض نفس ما قلتي جزاك الله خير أنه يفرض احترامه ويفرض يعني أني قدره ويشوف وقد يقتدي به ويعلمه أصلا اللي هو الاحترام ويعلمه التقدير. ولذلك حتى نحن في بيئة العمل نحتاج بين فترة وفترة كذلك التذكير، يعني تذكير الموظفين في هذه الجوانب المهمة، لأن ما في بيئة تخلو من يعني الإشكاليات أو الخلافات. فلذلك التذكير مهم في كذلك في بيئة العمل. اليوم يعني يسوون محاضرة تثقيفية أو ورشة تثقيفية يثقفون الموظفين في هذه الجوانب، لأن الموظف يحتاج جرعات بين فترة وفترة، لأن ضغوط الحياة أحياناً تكون كثيرة، صحيح، فيغفل عن بعض الجوانب. فلذلك على المؤسسات أن تهتم في هذه الجوانب، الجوانب اللي تحكم على الاحترام المتبادل والعمل بروح الفريق الواحد، وأنهم يعني يعتمدون على دائماً لغة الحوار، وأنهم يعتمدون على دائماً على تبادل حتى المعرفة ما بينهم حتى، صحيح، ترتقي المؤسسة، لأن نحن هدفنا في الأخير الارتقاء بالمؤسسة. صحيح. نعم. طيب أستاذ فيصل، وتقديم الخدمات. نعم. جميل. طيب أستاذ فيصل، يعني تعتقد أن الاحترام يحتاج إلى أنظمة ويحتاج أيضا إلى قوانين؟ قد نحتاج. ليش؟ لأن الإنسان في الأساس هو يعني الإنسان يتربى في البيت على الاحترام والتقدير، ولكن الناس ليسوا كلهم سواسية. نعم. قد منهم يحترم يعني قد في يعني في من الأشخاص يحترم زملائه في العمل، قد نشوف شخص يعني خارج عن الاحترام هذا، قد نشوف شخص دائما يسيء يعني الزملاء الموظفين. فنحن نحتاج يعني للقوانين أو سن القوانين في هذه الجوانب، ولكن قبل ما نصير للجوانب القانونية لازم نعرف طبيعة الشخص هذا أو شو من الضغوطات اللي يعاني. قد يعاني ضغوطات أسرية، قد يعاني ضغوطات مجتمعية، قد يعاني ضغوطات أخرى، قد تكون عنده إشكالية يعني وهو ما عارف يخرج منها، فهاي تأثر عليه على احترامه وتقديره للآخرين سواء في العمل أو غير العمل. نعم. فهناك وكذلك القوانين هي في الحقيقة تساعد على ضبط يعني انفعالات بعض الناس. يعني اليوم أنا عندي موظف غير ملتزم أو موظف ما يحترم الزملاء، فهني القوانين يعني تلزمه. أحياناً البعض قد يضرب يعني مثل الأخلاقيات في عرض الحائط، ولكن إذا وجدت القوانين يلتزم، صحيح، وينضبط، لأن يتعرض للعقوبة. ولكن أنا مش مع العقوبة المباشرة، أنا أول شيء أشوف أنهم ينظرون في حال هذا الشخص، من كيف نقدر نعالج هاي المسألة، كيف نقدر نطلع الشخص من الحال اللي هو فيه. إذا كان وهني ممكن يعني أيضا يلجؤون إلى مبدأ الحوار أستاذ فيصل، اللي ممكن أيضا، نعم، يعني بما أنها هي عملية تبادلية وتكاملية
بين الحوار وأيضا بين الاحترام لنجاح هذا الفرد أو حتى هذه الخصلة النبيلة لهذا الشخص. أكيد أكيد، لأن هذا الشخص ما يمكن ما عمل هذا الأمر أو سلك هذا المسلك إلا يمكن هناك في أمور يعني متراكمة عليه أو عند قلة وعي أو قلة إدراك، خاصة إذا يعني موظف اليوم جديد في العمل، أحيانا لما يتعود على العمل يأخذ فترة، يمكن يعني يشوف مش متعود على هذا الوضع. نعم. فأحيانا أنا لابد أني أخذ إيده ويعني وأنبهه مرة ومرتين وثلاث، أخلي مثلا إذا في عقاب صحيح. أو إجراء قانوني أخلي في الأخير. نعم. مش في بادي الأمر. ما شاء الله، هذا يعني هذا الموضوع يحتاج إلى حلقات أستاذ فيصل. نعم إن شاء الله، وللحديث بقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. نعم بإذن الله. في الأخير الأستاذ فيصل الشامسي مدرب تنمية بشرية، كل الشكر لك وشكرا على هذه المداخلة الجميلة واللطيفة وعلى هذه الكلمات الإيجابية، ونتمنى أن يسود الاحترام بين جميع الأفراد إن شاء الله. نعم جزاك الله خير، وإن شاء الله نحن الحمد لله نتمتع يعني ببيئة طيبة ولله الحمد يعني، وشبابنا الحمد لله يتمتعون بهاي الجوانب، ولكن التذكير يعني نحن يوم نتكلم بهاي الجوانب من باب التذكير يعني. نعم في الأخير أستاذ فيصل كل الشكر لك.